انحسار المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة واحتمال تشكل الصقيع في هذه الليلة وطقس قارس البرودة في الأيام القادمة وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. بدأ المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال الأيام الماضية بالانحسار تدريجيا، ولكن بدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة التي تلي هذا المنخفض الجوي لتكون الأجواء باردة بشكل لافت خلال الأيام القادمة بمشيئة الله، مع وجود فرص لأن تكون الغيوم منخفضة وملامسة لسطح الأرض، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وفي التفاصيل فيما يخص العاصمة عمان تحديدا، من المتوقع هذه الليلة أن تكون الأجواء غالبا غائمة مع احتمال زخات من الثلوج. درجة الحرارة تصل إلى صفر مئوي، ولكن درجة الحرارة الملموسة قد تصل إلى سالب درجتين مئويات، وسرعة الرياح تصل إلى 15 درجة مئوية، مع وجود فرص لتشكل الصقيع في بعض الساعات من الصباح الباكر بمشيئة الله. في باقي مناطق المملكة أيضا تكون الأجواء قارصة البرودة في معظم المناطق وفي ساعات الليل تحديدا وساعات الصباح الباكر، ومن الاحتمال أن يكون هنالك بعض التشكل للانجماد تحديدا في قمم الجنوبية العالية. أما في العاصمة عمان وخلال الأيام القادمة يوم الخميس نهارا، هنالك فرص لزخات من الثلوج بمشيئة الله، الأجواء غائمة جزئيا ودرجة الحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية، بينما ليلا تصل إلى 3 درجات مئوية فقط. يوم الجمعة 9 درجات نهارا، أجواء نوعا ما غائمة جزئيا ولكن ليلا تصل إلى درجتين. ويوم السبت تستمر هذه الأجواء الباردة، نهارا 8 درجات وليلا تصل إلى درجة واحدة في العاصمة عمان. يوم الغد بشكل عام وفي معظم مناطق المملكة متوقع أن تبقى الأجواء باردة في ساعات النهار أيضا، ومن المتوقع أن يتشكل الصقيع في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة تفصيليا في باقي مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد في يوم الغد. غدا من 11 إلى 7 درجات في المفرق، من 9 إلى 5 درجات في جرش، من 10 إلى 6 درجات، وفي عجلون من 9 إلى 5 درجات مئوية. في العاصمة عمان 6 إلى 3 درجات، في الزرقاء 9 إلى 4 درجات، في البلقاء 7 إلى 3 درجات، في مادبة فرص لزخات من الأمطار من 7 إلى 3 درجات، وفي البحر الميت من 16 إلى 12 درجة مئوية في ساعات المساء. في الكرك من 8 إلى 4 درجات، في الطفيلة هنالك فرص لزخات مخلوطة بالثلوج، وأيضا قد تكون هنالك بعض التساقطات الثلجية من 6 إلى 3 درجات. كذلك الأمر في جبال الشراء من 5 إلى درجة واحدة، في معان من 11 إلى 3 درجات، وفي العقبة من 19 إلى 10 درجات. أخيرا في المناطق الشرقية من المملكة نبدأها من أرويشد، 9 إلى 4 درجات أجواء مشمسة، في الصفاوي من 10 إلى 5 درجات، وأخيرا في الأزرق من 10 إلى 5 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.